خد بعضه هيسافر الحبش. فيلقاه المطعم بن عدي في السجن. قال له انت رايح فين؟ ده انت راجل طيب وبتوكل الناس وبتعتق العبيد انت رايح فين؟ قال له انا مضطر مش قادر. المضايقات وصلت لحد ان انا هروح الحبش. يا سلام. قال له ده يبقى عار علينا ده انك انت تروح الحبش. ازاي تروح الحبش؟ ادخل وانت في جواري. وادخله المطعم بن عدي وهو كافر. لكن شاه هنا العروبه بقى دخله عروبي. وجا عند الكعبه قال لهم تعالوا ده في حمايتي. والمطعم من الناس التقال اللي في قريش، اللي وضعه في قريش. وظل ابو بكر في حمايه المطعم. مطعم. فالمطعم فضلوا برضو ينقرزوا عليه انه ازاي انت معاك ابو بكر؟ ده ابو بكر بيقرا جنب الكعبه كده بيغيظنا كده بيستفزنا كده بيعمل ويساوي. على فكره ابو بكر قابل محمد النهارده. فالمطعم قال لابو بكر يا ابا بكر الله يكرمك يعني ما تستفزهمش كده. قال بستفزهم بايه؟ ده ديني وانا يعني بلتقي مع نبيي وبعمل كده. قال له طب ما في السر يعني بلاش الكلام ده. فقال له لا. قال له طيب يبقى رد عليا جواري. جواري. قال له رد عليك جوارك، تعالى عند الكعبة يا جماعة أنا رديت على جوار مطعم. المطعم بن عدي المطعم اتضغط عليه ضغوط الله عليم بها. نعم. النبي كان يحب المطعم. يا سلام. وهو كافر. كافر. ومات كافرا. آه. وجه في الجماعة بتوع الأسرة بتوع بدر قال والله لو أن المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة اللي هم الأسرة دول اللي جايين يقتلونا ويقضوا على الإسلام والمسلمين وخلاص بقى أن كل واحد يروح لحال سبيله لأطعطوه فيهم. يا سلام. كنت أعطيته من أسرة تقديرا لمكانته أو لحبه ليه. لأنه راجل يعني مواقفه مواقف شهامة. مواقفه مواقف تدل على الإنسانية صحيح العليا. فحضرتك النموذج الأول هو نموذج مكة، ومن هنا قعد 13-14 سنة. صحيح صحيح. ال 13-14 سنة اللي قعدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بتعطي المسلم نموذج كيف يعيش في وسط يكرهه. نعم. وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك يحسن حتى التعامل مع غير المسلمين، يحفظ لهم أماناتهم وودائعهم رغم الإذاء الذي تعرض لما ليه. ليه الصحابي بيقول له يا رسول الله استعرض بنا الوادي كفاية ظلم بقى بتاع واحنا نقاتله. فقال له فتمعر وجهه غضبا. يعني زعل انك لا ده في النموذج ده اوعى تقاتلهم واوعى كذا، ده احنا بنبلغ الناس الديان. احنا لما بنقاتل دفاعا عن النفس، ونقاتل في دولة مش في ميليشيا. ما احنا ميليشيات، مش ميليشيا. احنا مش ميليشيا ولا جماعة ده احنا بنقاتل دولة في وطنية. فتمعر وجهه غضبا وقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى الحيرة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وإن الرجل من قبلكم كان يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر ما بين لحمه وعظمه لا يضره ذلك في الله شيئا. يا سلام. إذن فسيدنا رسول الله في نموذج مكة علمنا كثيرا كيف نعيش.